الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ماذا يكون بعد الموت؟ خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعودا بها للسماء، تفتح وتغلق لها أبواب السماء، عودتهم بها للجسد، يسمع قرع عن عالم، سؤال الملكين في القبر عن الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا لم تتعلم هذه الأصول الثلاثة في الدنيا والله لن تجيب عنها في القبر. عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة، النار، شفاعة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. وفي هذه الأيام هناك من يشكك في أمور مسلمات عندنا لا يمكن يشك فيها مسلم،